إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات، ما يخفى عليكم فائدة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة على التفكير والاستيعاب. نبدأ التمرين الأول، ظهرين أمام صدر. تمرين ابتدي، ضغط 2 3 4 مد 2 3 4 ضغط 2 3 4 مد 2 3 4 ضغط 2 3 4 مد 2 3 4 ضغط 2 3 4 مد 2 3 قف. ذراعين في الوسط، فتح القدمين، لف الجذع لليمين 4 عدات ولليسار 4 عدات. تمرين مع بعض، تمرين ابتدي، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 أربع واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاثة قف. من الوقوف تمرين أمام جم أمام تحت، نبدأ التمرين مع بعض، واحد اثنين ثلاث أربع أمام جم أمام تحت، واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاث أربع. من وضع الوقوف أثناء ثبات الوسط، الانتقال خطوة لليمين ثم العودة للمنتصف، ثم الانتقال خطوة لليسار العودة للمنتصف. التمرين باستمرار، تمرين ابتدي، واحد اثنين ثلاث أربع، واحد اثنين ثلاث أربع، واحد اثنين ثلاث أربع، واحد اثنين ثلاث أربع، واحد اثنين ثلاثة قف. من الوقوف فتح القدمين، اتساع الحوض، وضع الذراع اليمنى في الوسط والذراع اليسرى فوق الرأس، رفع الضغط 4 عدات جهة اليمين ثم التبديل والضغط 4 عدات جهة اليسار. تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في مادة الرياضيات. موضوع درسنا لهذا اليوم الفصل الخامس، الضرب 2، فهيا بنا. يعتبر الفصل الخامس الضرب 2 من آخر فصول كتاب رياضيات الصف الثالث الفصل الدراسي الأول. يتضمن الفصل الخامس الضرب 2 عدة دروس: الضرب في 3، الضرب في 6، خطة حل المسألة، البحث عن نمط، الضرب في 7، الضرب في 8، الضرب في 9، الجبر، الخاصية التجميعية. سوف نأخذ اليوم بإذن الله تعالى في هذه الحصة 4 دروس من الفصل الخامس. أول درس لدينا هنا الضرب في 3 في صفحة 141. فكرة الدرس: أجد ناتج الضرب في العدد 3. أيضا لدينا الدرس الثاني الضرب في 6 في صفحة 143.
فكرة الدرس أجد ناتج الضرب في العدد 6. أيضا لدينا الدرس الرابع هنا والثالث الضرب في 7. فكرة الدرس أجد ناتج الضرب في العدد 7. طبعا هذا الدرس في صفحة 150. طبعا لإيجاد ناتج الضرب في العدد 3 و6 و7 هناك عدة طرق. من هذه الطرق استعمال أنماط، استعمال النماذج أو أرسم صورة، استعمال حقائق الضرب المرتبطة، استعمال الجمع المتكرر أو العد القفزي. هذه كلها جميعها طرق يمكن استخدامها لإيجاد ناتج الضرب في العدد 3 و6 و7. أيضا تعرفنا سابقا على جدول الضرب، وتعلمنا إيجاد ناتج الضرب باستعمال جدول الضرب، وذلك من خلال أن أجد العامل الأول في العمود على يمين الجدول، والعامل الثاني في الصف العلوي وأيضا العكس. تقاطع الصف مع العمود يعطيني ماذا؟ ناتج الضرب. دعونا الآن نشاهد أو نرى هذا المثال. لاحظوا معي هنا مثلا، هنا لدينا في على يمين الجدول هنا لدينا العدد 3، خلاص 3. لاحظوا معي هنا 4 في الصف العلوي. تقاطع الصف الثالث مع تقاطع الصف العمود الصف الثالث مع العمود الرابع، ناتج الضرب هنا 12. إذا 3 ضرب 4 يساوي 12. أيضا يمكن العكس، الصف العلوي مع تقاطع الصف العلوي مع العمود على اليمين الجدول. لاحظوا معي هنا مثلا 2 ضرب 6. لاحظوا معي هنا هذا العمود الثاني مع الصف السادس، هنا الناتج 12. إذا 2 ضرب 6 يساوي 12. إذا هذه طريقة إيجاد ناتج الضرب باستعمال جدول الضرب. يلا ننتقل الآن إلى هذه التدريبات، وهي من اختبار منتصف الفصل في صفحة 153. لدينا هنا سؤال 1، أجد ناتج الضرب مستعملا النماذج أو أرسم صورة إذا لزم الأمر. 3 ضرب 8، يلا 3 ضرب 8، كيف أتوصل إلى ناتج الضرب؟ يلا 3 ضرب 8 كم؟ إذن هنا سوف أكون كم مجموعة هنا؟ 8 مجموعات، في كل مجموعة 3. لاحظوا معي هنا المجموعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة. إذا لدينا هنا 8 مجموعات، في كل مجموعة 3. خلاص، إذا ما هو الناتج هنا؟ أحسنتم رائعين، الناتج هنا 24. إذا 3 ضرب 8 24. لاحظوا هنا جمعنا 3 كم مرة؟ 8 مرات، وكررنا جمع 3 8 مرات حتى وصلنا إلى ناتج الجمع هنا 24 ناتج الضرب. يلا ندون إجابة. يلا ننتقل إلى تدريب آخر. أجد ناتج الضرب مستعملا النماذج أو أرسم صورة إذا لزم الأمر. سؤال هنا سؤال 2 في صفحة 153. 3 ضرب 4، يلا 3 ضرب 4، ما هو ناتج الضرب هنا؟ يلا لاحظوا معي هنا سوف أستخدم شبكة. هذه الشبكة مكونة من ماذا؟ من كم صف؟ لاحظوا معي هنا
واحد اثنان ثلاثة أربعة، من أربعة صفوف. وكم عمود هنا؟ واحد اثنان ثلاثة، ومن ثلاثة أعمدة. إذا ما هو عدد القطع كلها هنا؟ ما هو العدد الكلي لقطع في هذه الشبكة؟ أحسنتم، 12. إذا 3 ضرب 4 يساوي 12. لاحظوا هنا كررنا جمع الثلاثة كم مرة؟ 4 مرات. يلا ندون إجابة حتى حصلنا هنا على 12. يلا ندون الإجابة. يلا ننتقل إلى تدريب آخر. أيضا أجد ناتج الضرب مستعمل النماذج أو أرسم صورة إذا لزم الأمر. هنا لدينا سؤال 4 في صفحة 153. 3 ضرب 9 بنفس الطريقة السابقة. يلا 3 ضرب 9 ما هو ناتج الضرب هنا؟ ما هو الناتج هنا؟ يلا هنا سوف أكون 9 مجموعات، في كل مجموعة 3. لاحظوا معي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنا لدينا كم مجموعة؟ 9 مجموعات، في كل مجموعة 3. إذا ناتج ضرب هنا 27. إذا 3 ضرب 9 يساوي 27. لاحظوا هنا كررنا جمع الثلاثة 9 مرات حتى حصلنا على ماذا؟ على الناتج هنا 27. يلا ندون الإجابة. هيبنا الآن إلى تدريب آخر. هنا لدينا سؤال 5 اختيار من متعدد. هذا السؤال في صفحة 153. نقرأ السؤال معا. لدى سلطان مزرعة فيها 8 صفوف من أشجار الفاكهة. إذا كان في كل صف منها 3 شجرات من أشجار التفاح، وحدد عدد أشجار التفاح في مزرعة سلطان. لاحظوا هنا المعطيات في هذه المسألة. هنا 8 صفوف من أشجار الفاكهة موجودة لدى سلطان أو في مزرعة سلطان. في كل منها، في كل صف منها 3 شجرات. هذه هي المعطيات في هذه المسألة. ما هو المطلوب من هذه المسألة هنا؟ لاحظوا هنا أحدد عدد أشجار التفاح في مزرعة سلطان. 8 صفوف، في كل صف 3 شجرات هنا. إذا هل هنا عدد أشجار التفاح ألف 5 أو باء 11 أو جيم 24 أو دال 32؟ كم عدد أشجار التفاح هنا؟ يلا نفكر جيدا في المسألة. نفكر. 8 صفوف، في كل صف 3. إذا لاحظوا معي هنا عدد أشجار التفاح تساوي 8 ضرب 3 ويساوي 24 شجرة. إذا الاختيار الصحيح ما هو؟ أحسنتم أحسنتم، هو اختيار فقرة جيم 24. يلا ندون إجابة. يلا ننتقل إلى تدريب آخر أيضا. أجد ناتج الضرب مستعملا للنماذج أو أرسم صورة إذا لزم الأمر. لدينا هنا سؤال 6 في صفحة 153. 6 ضرب 0 ما هو الناتج هنا؟ 6 ضرب 0. لاحظوا معي هنا الصفر هنا أي خاصية، أي حقيقة من حقائق الضرب هنا؟ هنا أحسنتم، خاصية الضرب في الصفر.
ما هي خاصية ضرب في الصفر هنا؟ عند ضرب أي عدد في الصفر فإن الناتج هو ماذا؟ هو الصفر. إذا لاحظوا معي هنا، هنا خاصية الضرب في الصفر. إذا 6 ضرب صفر، ما هو الناتج هنا؟ يساوي صفر. يلا ندون الإجابة. يلا ننتقل إلى تدريب آخر. سؤال 7 في صفحة 153. أجد ناتج الضرب مستعملا النماذج أو أرسم صورة إذا لزم الأمر. 8 ضرب 6. يلا 8 ضرب 6. يلا بنفس الطرق السابقة. يلا كيف سأجد ناتج ضرب 8 ضرب 6؟ سأكون هنا كم مجموعة؟ 8 مجموعات، في كل مجموعة 6. يلا لاحظوا معي هنا، إذا لدي هنا كم مجموعة؟ 8 مجموعات. إذا 8 ضرب 6 ما هو الناتج هنا؟ 48. إذا لاحظوا هنا كررت جمع الستة كم مرة؟ 8 مرات حتى حصلت على ماذا؟ على العدد 48. يلا ندون الإجابة. يلا ننتقل إلى تدريب آخر، الجبر. اكتب العدد المناسب في الفراغ. لاحظوا معي هنا سؤال 8. 6 ضرب فراغ يساوي 42. يلا نفكر كيف سأجد العدد المجهول في هذا الفراغ. يلا نفكر جيدا، كيف سنجد العامل المجهول في هذا الفراغ؟ يلا نفكر. يلا ما هي الطريقة الصحيحة؟ هنا ماذا سأفعل؟ سوف أكون مجموعات، في كل مجموعة 6 قطع. لاحظوا معي هنا 1، طبعا لاحظوا هنا مجموعات، في كل مجموعة 6 قطع. خلاص على أن يكون العدد الكلي في هذه المجموعات 42. خلاص إذا لاحظوا معي هنا 6 زائد 6، هنا لاحظوا 12 زائد، نضيف إليها 6 18، نضيف إليها 6 هنا 24، نضيف إليها 6 30، نضيف إليها 6 36، نضيف إليها 6 كم؟ 42. إذا لاحظوا معي هنا كم مجموعة؟ كم مجموعة هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7. إذا هنا عدد القطع كلها 42، لدي هنا كم مجموعة؟ 7 مجموعات. إذا 6 ضرب 7 يساوي 42. يلا ندون الإجابة. يلا ننتقل لتدريب آخر. لاحظوا معي هنا طبعا الدرس الثالث هنا كان خطة حل المسألة. فكرة الدرس هنا أحل مسألة بالبحث عن نمط. هذا الدرس في صفحة 148. لاحظوا معي هذا التدريب، تدريب سؤال هنا 11 في صفحة 153. أحدد النمط ثم أكمل الجدول التالي. لاحظوا معي هنا الأول، يعني الصف الأول فيه 2، الصف الثاني فيه 7، الصف الثالث هنا فيه 12. كيف سأكتشف النمط هنا؟ ما هي خطوات اكتشاف النمط في هذا الجدول؟ ماذا سأفعل هنا؟ ألاحظ الأعداد. ما الذي يحدث هنا؟ هل هناك زيادة أو نقصان في هذه الأعداد؟ لاحظوا معي 2 7 12، إذن هناك زيادة. طيب كم مقدار الزيادة؟ لاحظوا 2 3 4 5
6 7 كم مقدار الزيادة هنا؟ 5. إذا هنا أضفنا 5، هنا أضفنا 5 حتى توصلنا إلى ماذا؟ إلى 7. طيب 7 7 8 9 10 11 12 كم مقدار الزيادة هنا؟ 5. ممتاز، إذا هنا أضفنا أيضا 5. إذا النمط هنا ماذا؟ النمط هنا زائد 5. خلاص، إذا سوف أضيف هنا لكي أجد العدد المجهول زائد 5. 12 13 14 15 16 17، إذا هنا 17. أيضا سأضيف هنا أيضا 5. 17 18 19 20 21 22، إذا هنا 22. أيضا سوف أضيف 5. 22 23 24 25 26 27، إذا هنا 27. يلا ندون الإجابة. يلا ننتقل إلى تدريب آخر. سؤال 12 في صفحة 153. طلبت والدة عبير منها أن توزع عجينة البسكويت في صينية الخبز في 3 صفوف متساوية، بحيث تضع في كل صف 7 قطع من عجينة البسكويت، وحدد عدد قطع البسكويت التي وضعتها عبير في صينية الخبز. إذا هذا هو المطلوب مني في هذه المسألة، أحدد عدد قطع البسكويت التي وضعتها عبير في صينية الخبز. إذا لاحظ معي هنا أن توزع عجينة البسكويت في صينية الخبز 3 صفوف، في كل صف 7 قطع. يلا، ما هي عدد قطع البسكويت في هذه الصينية؟ يلا، 3 صفوف. لاحظوا مع هذا الصف الأول، الثاني، الثالث، في كل صف 7 قطع. إذن ما هو عدد قطع البسكويت في صينية الخبز؟ ها نفكر جيدا. يلا، ما هو العدد الإجمالي هنا؟ لاحظوا معي هنا، إذن عدد قطع البسكويت 3 صفوف، في كل صف 7 قطع. إذا 3 ضرب 7 يساوي 21 قطعة، أو 21 قطعة. يلا ندون الإجابة. يلا ننتقل إلى تدريب آخر أيضا. هنا لدينا سؤال 13 في صفحة 153. أجد ناتج الضرب مستعملان النماذج أو أرسم صورة إذا لزم الأمر. 7 ضرب 4. 7 ضرب 4. يلا، ما هو الناتج هنا؟ يلا، هنا سوف أكرر 7 كم مرة؟ 4 مرات. 1 2 3 4. 7 زائد 7 14، وأضيف إليها 7 كم؟ 21، وأضيف إليها 7 كم؟ أصبح لدي الناتج هنا 28. لاحظوا هنا كررت جمع 7 كم مرة؟ 4 مرات، حتى توصلت إلى الناتج هنا 28. يلا ندون الإجابة. يلا ننتقل إلى التدريب الآخر أيضا. هنا لدينا سؤال 14 في صفحة 153. 5 ضرب 7 هنا، 5 ضرب 7. هنا سوف أستخدم ماذا؟ سوف أستخدم الأنماط. لاحظوا معي جيدا، 7 في 1 7، 7 في 2 14، 7 في 3 21، 7 في 4 28،
7 في 5 35. إذا هنا 5 في 7 كم الناتج هنا؟ أحسنتم، 35. لاحظوا هنا كررنا جمع 7 كم مرة؟ 5 مرات حتى وصلنا إلى العدد 35. يلا ندون إجابة. يلا ننتقل إلى سؤال 15 في صفحة 153. لاحظوا معي هنا منطقة تعليمية تضم 6 مدارس ابتدائية في كل منها 7 فصول. لاحظوا معي هنا المعطيات جيدا، خلاص تضم 6 مدارس، منطقة تعليمية تضم 6 مدارس ابتدائية في كل منها 7 فصول للصف الثالث ابتدائي. أحدد عدد فصول الصف الثالث ابتدائي في المدارس جميعها. لاحظوا معي هنا هذا هو المطلوب من المسألة، أحدد عدد فصول الصف الثالث ابتدائي في المدارس جميعها. هل هو ألف 13 أو باء 36 أو جيم 42 أو دال 49؟ لاحظوا معي هنا منطقة تعليمية تضم 6 مدارس في كل منها 7 فصول. يلا نفكر. إذن لاحظوا معي هنا عدد الفصول 6 مدارس ابتدائية في كل منها 7، إذن يساوي 42 فصلا. إذن الاختيار الصحيح ما هو هنا؟ أحسنتم، هو اختيار جيم 42. 42. يلا ندون الإجابة. طبعا إلى هنا ننتهي في اليوم، غدا بإذن الله نستكمل الفصل الخامس بإذن الله تعالى. طبعا لا ننسى زيارة بوابة التعليم وطنية عين، فهي لكم خير معين. انتهى وقت لهذا اليوم، وغدا يوم دراسي جديد، فكونوا على أتم الاستعداد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا صغاري، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا دوما بأفضل حال. أنا المعلمة رناد عبد الرحمن الطيمي وزميلي عبد السلام، سننطلق سويا في رحلة ممتعة لنبحر في مادة لغتي ونتعلم القراءة بشكل صحيح، أيضا الكتابة بخط جميل، وأيضا التحدث بطلاقة والاستماع والإنصات. هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا نبدأ. الصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، المادة لغتي، موضوع الدرس الوحدة الرابعة، وسائل الاتصالات. دائما وأبدا يا صغاري، خير بداية نبدأها في أي عمل نقوم به هي اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا صغاري غلاف المادة، يا ترى غلاف مادة ماذا؟ أحسنتم، لغتي للصف الثالث الابتدائي. وهنا يا صغاري الفهرس، والمقصود بالفهرس هو دليل الكتاب، ما فائدته يا ترى؟ أحسنتم، أعرف عدد الوحدات الدراسية أيضا، أعرف أرقام الوحدات، أحسنتم، وأيضا أعرف عناوين الوحدات، وأيضا أعرف ألوانها الزاهية. الآن يا صغاري عندما أقول لكم أريد منكم الانطلاق إلى الوحدة الرابعة، هنا الوحدة الرابعة وهنا عنوان الوحدة، الوحدة الرابعة وسائل الاتصالات. ننتقل إلى الدرس الأول، الهاتف المحمول. مباشرة يا صغاري أجد رقم الصفحة، إذن يساعدني في الانتقال السريع بين صفحات الكتاب. صغاري الرائعين، هل الفهرس فقط موجود في مادة لغتي؟ أحسنتم، بالطبع لا، يوجد في جميع الكتب، إما كتب دراسية أو إثرائية، أيضا القصص والكتب التاريخية. هنا يا صغاري غلاف الوحدة، يا ترى ما لون وحدتنا؟ قلنا سابقا أن لون الوحدة يأخذ جزء من الغلاف، ما لونها؟ أحسنتم، لونها برتقالي، رقمها الوحدة الرابعة، مجال الوحدة، علمي، أحسنتم، لأنها تتحدث عن الاتصالات الحديثة. وأخيرا عنوان الوحدة وسائل الاتصالات، إذن لونها برتقالي، رقمها الوحدة الرابعة، مجال الوحدة علمي، وأخيرا عنوان الوحدة وسائل الاتصالات. إننا في عصر التقنية والاتصالات، سنتعلم اليوم يا صغاري بإذن الله الإجابة على الأسئلة حسب المطلوب، أيضا أكمل خريطة المفردة، وأيضا أستخدم أسلوب التفضيل. ماذا سنفعل؟ أعوض شفهيا الكلمة الملونة بكلمات مرادفة، أيضا أحول الفعل إلى اسم فاعل، وأيضا أحول الفعل إلى اسم مفعول. سؤال رقم واحد هنا يا صغاري، أنمي لغتي. رقم واحد، أضع شفهيا مكان الكلمة الملونة، الكلمة الملونة كلمة مرادفة لها. يا ترى ملونة باللون ماذا؟ أحسنتم، باللون الأحمر. يريد مني أن أضع مكان الكلمة الملونة باللون الأحمر كلمة مرادفة. ما المقصود بمرادفة؟ أحسنتم، تكون نفس المعنى لكن كلمة أخرى، تكون نفس معنى الكلمة لكن كلمة أخرى. يوجد لدي كلمة فقط، أيضا طمأنينة، يمنع، أبصر، أنعم. يوجد لدي هنا الكلمات، يريد أن أستبدل الكلمات الملونة بأحد هذه الكلمات. نقرأ الجملة، رأى فواز لوحة تشير إلى منع استخدام الهاتف المحمول، أين الكلمة الملونة؟ أحسنتم يا مبدعين، كلمة رأى. يا ترى يا صغاري ما هي الكلمة المرادفة لكلمة رأى؟ هل هي فقط؟ أحسنتم، بالطبع لا. طمأنينة؟ أحسنتم، بالطبع لا. يمنع؟ أحسنتم، بالطبع لا. أبصر؟ أحسنتم، إذن رأى الكلمة المرادفة لها أبصر. نكمل الآن،
الآن يا صغاري، ليس هذا فحسب يا بني، فهناك أماكن يحظر فيها استخدام الهاتف المحمول. أين الكلمات الملونة؟ أحسنتم، فحسب أيضا يحظر. كلمة فحسب، يا ترى ما هي الكلمة المرادفة لها من الكلمات التي في الأعلى؟ فقط؟ أحسنتم يا مبدعين، إذن فقط الكلمة المرادفة لها فقط يحظر. يحظر، هل الكلمة المرادفة لها فقط؟ أحسنتم، بالطبع لا. طمأنينة؟ أحسنتم، بالطبع لا. يمنع؟ نعم، أحسنتم يا مبدعين. إذن فحسب الكلمة المرادفة لها فقط يمنع، يحظر الكلمة المرادفة لها يمنع. نكمل. إن الهاتف المحمول يا بني نعمة من الله من بها علينا. أين الكلمة الملونة؟ أحسنتم، كلمة من. يا ترى ما هي الكلمة المرادفة لكلمة من الله علينا؟ من بها علينا، هل هي فقط؟ أحسنتم، لا. هل هي طمأنينة؟ أحسنتم، بالطبع لا. هل هي يمنع؟ أحسنتم، بالطبع لا. أبصر؟ أحسنتم، بالطبع لا. إذن من الكلمة المرادفة لها هي أنعم. أحسنتم، أنعم. إذن يا صغاري، تعرفنا على الكلمات الملونة وقمنا باستبدالها بكلمات مرادفة. ننتقل إلى رقم 2، أقرأ النص وأستخرج منه ما يأتي. انتهينا من قراءة النص. الآن يريد مني أولا يا صغاري نقوم بترقيم. هنا رقم 1، هنا رقم 2، هنا رقم 3، هنا 4، وهنا رقم 5، وهنا رقم 6. نبدأ رقم 1، كلمة ضدها نزول. ضدها، ما المقصود بضدها؟ ضدها أي عكس الكلمة. نزول ضدها ماذا؟ أحسنتم يا مبدعين، ضدها صعود. إذن نزول ضدها صعود. كلمة مفردها مكان، المفرد منها مكان. أحسنتم يا مبدعين، أماكن. إذن مكان مفرد والجمع أماكن. كلمة جمعها أجهزة، جمعها أجهزة. إذن مفردها جهاز واحد. أحسنتم. كلمة مذكرها طبي، وقلنا دائما أن المؤنث نضيف له ماذا؟ نضيف له فقط تاء التأنيث. مذكرها طبي، إذن تصبح طبية، تصبح طبية. رقم 5، كلمة مؤنثها محمولة، المذكر منها محمول. أحسنتم يا مبدعين. كلمة معناها دخول، نتذكر في النص. وعند، أحسنتم، ولود. إذن كلمة ضدها نزول صعود، كلمة مفردها مكان أماكن، كلمة جمعها أجهزة جهاز، كلمة مذكرها طبي طبية، كلمة مؤنثها محمولة محمول، كلمة معناها دخول ولوج. نكمل يا صغاري. الآن يا صغاري أكمل خريطة المفردة الآتية، وسبق أن تعرفنا على هذه الخريطة. في الخريطة يا صغاري يوجد كلمة في المنتصف. المطلوب مني رقم 1 ضدها، المقصود بضدها أي عكس الكلمة. ثانيا مرادفها، المقصود بمرادفها تكون نفس المعنى لكن كلمة أخرى. أيضا رقم 3 يريد مني نوعها، يا ترى هل هي اسم أم فعل أم حرف. وأخيرا رقم 4، الكلمة في جملة.
الآن الكلمة يغلق، يغلق، ما ضدها؟ ضدها ماذا؟ أحسنتم، يفتح. يغلق ضدها يفتح. مرادفها، مرادفها يقفل، مرادفها يقفل. صغار الآن نوعها اسم أم فعل أم حرف؟ أحسنتم، فعل. وأخيرا الكلمة في جملة، يغلق الطالب باب الصف بهدوء. إذن ضدها يفتح، مرادفها يقفل، نوعها فعل، والكلمة في جملة يغلق الطالب باب الصف بهدوء. نكمل الآن. الآن يا صغاري أقرأ وألاحظ. رقم واحد، أقرأ الجمل وألاحظ الكلمات الملونة. ملونة بماذا؟ باللون الأحمر. أحسنتم. هنا رقم واحد، اثنان، ثلاثة. رقم واحد، وعند ولوجهما المستشفى رأى فواز لوحة. أين الكلمات الملونة؟ أحسنتم، ولوجهما وأيضا رأى. ولوجهما تحتوي على ماذا؟ أحسنتم يا مبدعين، هنا يا معلمتي يوجد مد بالواو. أيضا، أيضا يوجد مد بالألف. أحسنتم. رأى، رأى. أحسنتم، انتهت بألف لينة، انتهت بألف لينة. رقم اثنان، ليس هذا فحسب يا بني، فهناك أماكن يحظر فيها استخدام الهاتف المحمول. فحسب تحتوي على ماذا؟ تحتوي على حرف ساكن. أحسنتم. يحظر أيضا تحتوي على حرف ساكن. إن الهاتف المحمول نعمة من الله من بها علينا. من تحتوي على ماذا؟ أحسنتم، على حرف مشدد. وقلنا يا صغاري أن أصل الشدة ماذا؟ أحسنتم، حرفان اثنان. حرف ماذا؟ حرف ساكن وحرف متحرك بحركة ماذا؟ هنا حركة الشدة ماذا؟ الفتحة. أحسنتم يا مبدعين، أحسنتم. إذن نكمل. الآن يا صغاري أقرأ الجمل وأضع الشكل المناسب للتاء. يوجد لدي هنا يا صغاري تاء مربوطة متصلة، وهنا تاء مربوطة منفصلة، وهنا تاء مفتوحة تفتح يديها الجميلة. يريد مني أن أضع الشكل المناسب للتاء في الفراغ المناسب. يوجد لدي كلمات تنقصها تاء، إما تاء مربوطة متصلة أو تاء منفصل مربوطة منفصلة أو تاء مفتوحة. نقرأ، الوالد مثل الطائرات. يا ترى هنا ينقصها حرف التاء، هل هي تاء مربوطة متصلة أم منفصلة أم تاء مفتوحة؟ هيا صغاري، أحسنتم، تاء مفتوحة. لماذا وضعنا التاء المفتوحة؟ لأن لا يمكنني أن أنطق الكلمة بالهاء. عندما أستطيع نطق الكلمة بشكل صحيح عند الوقف بالهاء فتصبح تاء مربوطة، لكن إذا لم أستطيع نطقها بالهاء فإنها تصبح تاء مفتوحة. أحسنتم. نكمل، فإن علينا أن نغلق الهواتف المحمولة. أحسنتم، تاء مربوطة. يا ترى متصلة أم منفصلة؟ أحسنتم يا مبدعين، متصلة عند صعودنا إليها. نكمل الآن يا صغاري، إن الهاتف المحمول يا بني نعمة من الله من بها علينا. هنا ينقصها ماذا؟ أحسنتم، تاء مربوطة. قلنا تاء مربوطة لأن عند الوقف بإمكاني أن أنطقها هاء، بإمكاني أن أقول نعمة فتصبح تاء مربوطة. نكمل الآن يا صغاري، أستخرج من
النص. رقم واحد يريد مني 3 كلمات تنتهي بألف مقصورة على صورة ياء. أتيني بهذا الشكل. رقم واحد. رقم اثنان 3 كلمات مكونة من 3 أحرف ساكنة الوسط. يريد كلمة مكونة من 3 حروف، الحرف الذي في المنتصف يكون ساكن. أيضا يريد مني 3 كلمات مكونة من 2 حرف، الحرف الثاني ساكن، مكونة من 2 حرف والحرف الثاني ساكن. أيضا يريد مني 3 كلمات تحوي مدا بالألف، وقلنا صديقة الألف الفتحة. أيضا 3 كلمات تحوي مدا بالواو، وقلنا مد الواو صديقتها الضمة. وأيضا 3 كلمات تحوي مدا بالياء وصديقتها الكسرة. ويا صغاري قلنا في المدود أن المدود حتى أقول أن الكلمة تحتوي على مد تصبح ماذا؟ مجردة من الحركات، أي خالية من الحركات. والحرف الذي يسبق حرف الألف يكون فتحة، حرف الواو ضمة، حرف الياء كسرة. أيضا 3 كلمات تحوي حرفا مضاعفا. نبدأ الآن يا صغاري، أريد 3 كلمات تنتهي بألف مقصورة على صورة ياء. نبحث في النص. أحسنتم، المستشفى. أيضا رأى. أحسنتم يا رائعين، أحسنتم. أيضا على. أحسنتم. نكمل الآن. الآن يا صغار يريد مني 3 كلمات مكونة من 3 أحرف ساكنة الوسط. ساكنة الوسط. نعود إلى النص. أحسنتم، عند. هنا مكونة من 3 أحرف ساكنة الوسط. أيضا بعض. أحسنتم يا رائعين. الآن نريد 3 كلمات مكونة من 2 حروف الحرف الثاني ساكن. هيا نبحث. مكونة من 2 حروف الحرف الثاني ساكن. إذن أحسنتم، قد. أيضا أيضا أن. أحسنتم يا رائعين. نكمل. الآن أريد يا صغاري 3 كلمات تحوي مدا بالألف، ثم سنبحث عن كلمات تحوي مدا بالواو، ثم مدا بالياء. نبدأ بمد الألف مثل الوالد. أحسنتم. أيضا لزيارة جارهم. أحسنتم. الآن أريد 3 كلمات تحوي مدا بالواو. ولوجهما المحمول مكتوبا. أحسنتم. الآن 3 كلمات تحوي مدا بالياء. نبحث. تشير. أحسنتم. أيضا أبي. أيضا في. الآن يا صغاري أخيرا أريد 3 كلمات تحوي حرفا مضاعف مثل يؤثر. أيضا فوازا. وأخيرا حقا. الآن يا صغاري
ثلاث كلمات تنتهي بألف مقصورة على صورة ياء: المستشفى، رأى، إلى. ثلاث كلمات مكونة من ثلاثة أحرف ساكنة الوسط: عند، بعض، ليس. ثلاث كلمات مكونة من حرفين الحرف الثاني ساكن: قد، أن، من. ثلاث كلمات تحوي مدا بالألف: الوالد لزيارة جارهم. ثلاث كلمات تحوي مدا بالواو: ولوجهما، المحمول، مكتوبا. ثلاث كلمات تحوي مدا بالياء: يشير، أبي، فيها. وأخيرا ثلاث كلمات تحوي حرفا مضاعفا: فواز، يؤثر، بني. نكمل الآن يا صغاري، أكمل الجملة الآتية بكلمات تبدأ بأل قمرية. كلمات تبدأ بماذا؟ بأل قمرية. سأل فواز والده: لماذا يمنع استخدام؟ أحسنتم، الهاتف المحمول في المستشفى يا أبي. أحسنتم يا رائعين. نكمل الآن، أكمل الجملة الآتية بكلمات تنتهي بتاء مربوطة، إما أن تكون متصلة أو أن تكون منفصلة. علينا أن نغلق الهواتف المحمولة عند صعودنا إلى الطائرة. أحسنتم يا رائعين. نكمل الآن، أكمل ما يأتي بكلمات مختومة بتاء مفتوحة على نمط المثال الأول. نقرأ المثال الأول: المستشفيات، انتهت بتاء مفتوحة. أيضا الطائرات، بيوت، السيارات، العجلات. أحسنتم، هنا يا صغاري جميع الكلمات انتهت بتاء مفتوحة. الآن أكمل ما يأتي بكلمات مبدوءة بهمزة وصل على نمط المثال الأول. نشاهد المثال الأول: اصطحب، بدأت بهمزة وصل. أيضا ابنه، استخدامه. وأيضا الهاتف، جميعها هنا بدأت بهمزة وصل. الآن يا صغاري اسم التفضيل، يا ترى ما هو اسم التفضيل؟ يصاغ على وزن أفعل. هو اسم يدل على ماذا؟ على شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن على الآخر في هذه الصفة، مثل ماذا؟ صغير، أصغر، كبير، أكبر. ممتاز. الآن أستخدم اسم التفضيل المناسب بمحاكاة المثال الأول. هنا المثال الأول: المساجد أطهر الأماكن. هنا أطهر هو اسم التفضيل. نكمل الآن: الطائرة فراغ من السيارة، هل هي أسرع أم أصغر؟ أحسنتم، الطائرة أسرع من السيارة. الطائرة أسرع من السيارة. المساجد فراغ البقاع إلى الله، هل هي أحب أم أطول؟ أحسنتم، المساجد أحب البقاع إلى الله. المستشفى فراغ من المستوصف، أصغر أم أكبر؟ أحسنتم، أكبر المستشفى أكبر من المستوصف. أما الآن يا صغاري اسم الفاعل على وزن فاعل، يصاغ اسم الفاعل للدلالة على من فعل الفعل على وجه الحدوث المبني للمعلوم، مثل كتب، كاتب. هنا كاتب على وزن فاعل. أما اسم المفعول على وزن مفعول، يصاغ اسم المفعول للدلالة
على من وقع عليه الفعل المبني للمجهول، مثل كتب مكتوب، هنا مكتوب على وزن مفعول. الآن يا صغاري، السؤال يقول: أحول الأفعال الآتية إلى صيغة فاعل ومفعول بمحاكاة المثال الأول. هنا طلب الفعل، عندما قمنا بتحويلها إلى فاعل على وزن فاعل أصبحت طالب، أصبحت طالب. على وزن مفعول مطلوب، على وزن مفعول مطلوب. إذن الفعل فاعل مفعول. نكمل. صنع الفعل، الفاعل منها صانع، المفعول، أحسنتم يا مبدعين، مصنوع. إذن صنع صانع مصنوع. علم الفعل، الفاعل منها يا ترى على وزن فاعل تصبح، أحسنتم، عالم، والمفعول منها معلوم. أما الآن يا صغاري رقم 2، أحول الفعل، هنا يريد مني أن أحول الفعل إلى اسم فاعل بمحاكاة المثال الأول. هنا هتف الفعل، عندما حولها إلى اسم فاعل أصبحت يمنع استخدام الهاتف المحمول، الهاتف على وزن فاعل. كتب، أريد منكم تحويلها إلى اسم فاعل تصبح كاتب، أخي هو كاتب الرسالة. قرأ، أخي هو قارئ الرسالة. نكمل. أما الآن يريد مني أن أحول الفعل إلى اسم مفعول. هنا الفعل كتب، اسم المفعول منها مكتوب، فأصبحت رأى لوحة مكتوبا عليها. منع تصبح ماذا؟ استخدام الهاتف المحمول في المساجد ممنوع. إذا منع اسم مفعول منها ممنوع. سمع، رنين الهاتف المحمول مسموع. إذا مسموع. إذا يا صغار المبدعين، إلى هنا وصلنا إلى ختام رحلتنا الممتعة. صغاري أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل شوق بإذن الله لألقاكم في حصص قادمة. معلمتكم رناد عبد الرحمن الطائمي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله أبنائي وبنات الطلاب معنا في حصة القرآن الكريم لمدارس التعليم العام الصف الثالث الابتدائي. زي ما تعرفون خلال هذا الفصل الدراسي أخذنا سورتين حفظ، سورة النبأ وسورة المرسلات. طبعا قرأناها مع بعض وتأكدنا بإذن الله من حفظها بشكل صحيح. أنا متأكد أنكم حفظتوا سورة النبأ تماما، كذلك سورة المرسلات. اليوم نقرأها مرة أخرى ومرة أخيرة خلال هذا الفصل حتى نتأكد بإذن الله أيضا من قدرتنا واستطاعتنا على قراءتها بشكل صحيح وحفظها غيب. الآن بنأخذ سورة المرسلات زي ما قلت لكم، الآية رقم 1 الآية رقم 28. طبعا معنا حصتين، لذلك قسمنا الصورة على حصتين حتى نتمكن بإذن الله أيضا من قراءتها بشكل جيد. أتمنى تكون فاتح المصحف يا أبطال حتى نقرأ مع بعض زي ما تعودنا، نستمع في البداية بعدين نقرأ مع بعض. جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ممتازين، يعطيكم العافية يا أبطال. خلونا نستمع مرة أخرى، تكون آخر مرة استماع، أنكم مركزين يا أبطال حتى نسمع الآيات بشكل جيد ونستطيع قراءتها بعد قليل بطريقة صحيحة بإذن الله. جاهزين؟ يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين
ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ممتازين يعطيكم العافية أبطال إذا كذا استمعنا للآيات المطلوبة خلال هذه الحصة الآن جاهزين حتى نقرأ مع بعض أنا متأكد أنكم حفظتوا الآيات اللي أخذناها هذه الحصة لكن نحتاج نتأكد زيادة زي ما أنتم عارفين يا أبطال قراءة القرآن كل حرف نقرأه لنا به أجر إذن نأخذ الأجر بإذن الله ونؤكد حفظنا للآيات المطلوبة جاهزين؟ الآن نستمع ونقرأ مع بعض يلا يا أبطال نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم
ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ممتازين يا أبطال يعطيكم العافية خلونا نقرأ مع بعض مرة أخرى كن مركزين بشكل جيد حتى نستفيد بإذن الله جاهزين يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا
وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ممتازين يعطيكم العافية يا أبطال إذا كنا وصلنا لنهاية هذه الحصة اللي أخذنا فيها سورة المرسلات من الآية رقم 1 إلى آية رقم 28 بإذن الله خلال الحصة القادمة سنكمل بقية الآيات حتى نكون قرأنا سورة المرسلات كاملة الله يعطيكم العافية
أنا أشكر لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وبإذن الله أراكم على خير، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا صغاري، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا دوما بأفضل حال. أنا المعلمة رناد عبد الرحمن الطعيمي وزميلي عبد السلام، سننطلق سويا في رحلة ممتعة لنبحر في مادة لغتي ونتعلم القراءة بشكل صحيح، أيضا الكتابة بخط جميل، وأيضا التحدث بطلاقة والاستماع والإنصات. هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق. الصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، المادة لغتي، موضوع الدرس الوحدة الرابعة، وسائل الاتصالات. دائما وأبدا يا صغاري، خير بداية نبدأها في أي عمل نقوم به هي اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا صغاري غلاف المادة، يا ترى غلاف مادة ماذا؟ أحسنتم يا رائعين، غلاف مادة لغتي للصف الثالث الابتدائي. وهنا يا صغاري الفهرس، والمقصود بالفهرس هو دليل الكتاب، يا ترى ما فائدته؟ أحسنتم، أعرف عدد الوحدات الدراسية أيضا، أعرف عناوين الوحدات، أحسنتم، وأيضا أعرف ألوانها الزاهية، أحسنتم، وأيضا أعرف أرقام الصفحات. الآن يا صغاري عندما أقول لكم الآن أريد منكم الانتقال إلى الوحدة الرابعة، نبحث سويا، أين الوحدة الرابعة؟ أحسنتم، هنا الوحدة الرابعة، وهنا عنوان الوحدة وسائل الاتصالات. ننتقل إلى الدرس الأول،
الهاتف المحمول مباشرة يا صغاري، أجد رقم الصفحة، إذن يساعدني في الانتقال السريع بين صفحات الكتاب. صغاري الرائعين، هل الفهرس فقط موجود في كتاب لغتي؟ أحسنتم، بالطبع لا، يوجد في جميع الكتب، إما دراسية أو إثرائية، أيضا القصص وأيضا الكتب التاريخية. هنا يا صغاري غلاف الوحدة، يا ترى ما لون وحدتنا؟ وقلنا سابقا أن لون الوحدة يأخذ جزء من الغلاف، ما لونها؟ أحسنتم، لونها برتقالي، رقمها؟ الوحدة الرابعة، أحسنتم، مجال الوحدة، علمي، أحسنتم، وأخيرا عنوان الوحدة، وسائل الاتصالات. إذن لونها برتقالي، رقمها الوحدة الرابعة، مجال الوحدة علمي، وأخيرا عنوان الوحدة، وسائل الاتصالات. إننا في عصر التقنية والاتصالات، اليوم سنتعلم بإذن الله يا صغاري قراءة النص قراءة صحيحة خالية من الأخطاء، وأنا متأكدة بأن الجميع يستطيع قراءة النص قراءة صحيحة. أيضا التعرف على الظواهر الصوتية، قلنا سابقا ما هي الظواهر الصوتية؟ أحسنتم، اللون شمسية وصديقتها اللون قمرية، أحسنتم. أيضا الأصدقاء الثلاثة من هم؟ المدود، أحسنتم. مد بالألف صديقتها الفتحة، مد بالواو صديقتها الضمة، ومد بالياء صديقتها الكسرة، وأيضا الشدة، وقلنا أن أصل الشدة ماذا؟ حرفان اثنان التقوا سويا فأصبحت حركتهم الشدة، حرف ساكن وحرف متحرك بحسب حركة الشدة. ماذا سنفعل يا معلمتي؟ أولا أجلس جلسة صحيحة، أحضر كتابي وقلمي، بعد ذلك قراءة النص قراءة صامتة لفهم المقروء. صغاري، المقصود بالقراءة الصامتة بتحريك الشفتين دون أن أخرج صوت، وأفهم ما أنا أقرأ. أيضا بعد ذلك قراءة المعلمة قراءة جهرية، ثم نستخرج أبرز الظواهر الصوتية. الآن يا صغاري، عنوان النص هو الهاتف المحمول. يوجد أمامنا النص. صغاري، نفتح الكتاب، رقم الصفحة موجود هنا في الأعلى، ننتقل إلى الكتاب المدرسي. صغاري، أقرأ قراءة صامتة بتحريك الشفتين، أتابع قراءتي، أيضا أفهم ما أنا أقرأ. صغاري، 5 دقائق، يبدأ الوقت الآن.
إذا صغاري انتهى الوقت، الآن صغاري المعلمة تقرأ ونستمع لقراءة المعلمة. الهاتف المحمول. اصطحب الوالد ابنه فوازا لزيارة جارهم في المستشفى، وعند ولوجهم المستشفى رأى فواز لوحة تشير إلى منع استخدام الهاتف المحمول، مكتوبا عليها يمنع استخدام الهاتف المحمول. سأل فواز والده: لماذا يمنع استخدام الهاتف المحمول في المستشفى يا أبي؟ الوالد وهو يغلق جهازه: الهاتف المحمول قد يؤثر على بعض الأجهزة الطبية في المستشفى يا بني. فواز: حقا يا أبي؟ الوالد: ليس هذا فحسب يا بني، فهناك أماكن يحظر فيها استخدام الهاتف المحمول. فواز: مثل ماذا يا أبي؟ الوالد: مثل الطائرات، فإن علينا أن نغلق الهواتف المحمولة عند صعودنا إليها، وأهم هذه الأماكن المساجد بيوت الله، فرنين الهاتف المحمول يزعج المصلين ويقطع خشوعهم. إن الهاتف المحمول يا بني نعمة من الله من بها علينا، وبعضنا يسيء استخدامه غير مقدر لهذه النعمة. إذن صغاري الآن انتهينا من قراءة النص. في النص دار الحوار بين من ومن؟ أحسنتم، بين الوالد وفواز. أين ذهب الوالد وفواز؟ أحسنتم، ذهبوا إلى المستشفى لزيارة جارهم. وعند ولوجهما، المقصود يا صغاري بولوجهما أي دخولهما المستشفى، رأى فواز لوحة تشير إلى منع استخدام الهاتف المحمول، مكتوبا عليها يمنع استخدام الهاتف المحمول. سأل فواز والده: لماذا يمنع استخدام الهاتف المحمول في المستشفى؟ فقال له الوالد: أن الهاتف المحمول ما به؟ أنه قد يؤثر على بعض الأجهزة الطبية في المستشفى. أيضا ذكر لفواز أماكن يحظر فيها استخدام الهاتف المحمول غير المستشفى، مثل ماذا؟ مثل الطائرات. أحسنتم، عند صعودنا إليها نغلق الهواتف المحمولة. أيضا والمساجد، أحسنتم، بيوت الله، لماذا نغلق الهواتف المحمولة؟ لأنها ماذا؟ تزعج المصلين وأيضا تقطع خشوعهم. أحسنتم يا مبدعين. أيضا يا صغاري أن الهاتف المحمول نعمة من الله من بها علينا، لكن ماذا؟ بعضنا يسيء استخدامه غير مقدر لهذه النعمة. الآن صغاري الرائعين، أريد منكم البحث عن أكبر عدد من الكلمات المبدوءة بأل قمرية. دقيقة واحدة، أمسك القلم وأضع دائرة على الكلمات. يبدأ الوقت. إذن صغاري، أين الكلمات المبدوءة بأل قمرية؟
أحسنتم، الهاتف هنا يا معلمتي بدأت بعلن قمرية. أيضا المحمول، أحسنتم، هنا أيضا بدأت بعلن قمرية أيضا يا صغاري. الوالد، أحسنتم، بدأت بعلن قمرية أيضا. المستشفى، أحسنتم يا رائعين أيضا. المحمول أحسنتم أيضا، هنا الهاتف، الهاتفي المحمول. نكمل، أيضا يا صغاري الأجهزة، أحسنتم يا رائعين، بدأت بألن قمرية. ننتقل أيضا يا صغاري الأماكن، المساجد، أحسنتم، المصلين، أحسنتم يا رائعين، أيضا المحمولة. نكتفي يا صغاري بهذا القدر. الآن صغاري المبدعين والرائعين، أريد منكم البحث عن أكبر عدد من الكلمات التي تحوي مدا بالألف، وقلنا أن مد الألف صديقتها من؟ الفتحة. أحسنتم، دقيقة واحدة يبدأ الوقت. إذن صغاري كلمات تحوي مدا بالألف: الوالد، أحسنتم أيضا، لزيارة، أحسنتم، جارهم، أحسنتم يا مبدعين أيضا، ولوجهما، أحسنتم أيضا، استخدام الهاتف أيضا، عليها. نكمل، لماذا، أحسنتم يا رائعين، يا أيضا، جهازه أيضا، الوالد، أحسنتم، أماكن فيها، أيضا يا صغاري الطائرات، علينا الهواتف، صعودنا إليها، أحسنتم، المساجد، أحسنتم، الهاتف، أحسنتم. نكتفي بهذا القدر. صغاري الآن أريد منكم البحث عن كلمات تبدأ بهمزة وصل، تبدأ بهمزة وصل، دقيقة واحدة يبدأ الوقت.
إذن صغاري، أين الكلمات المبدوءة بهمزة وصل؟ أحسنتم، اصطحب. أحسنتم أيضا، استخدامي. أحسنتم. إذن صغاري نكمل الآن. الآن يا صغاري ننتقل إلى أجيب. أجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية. رقم واحد، صغاري قبل أن نبدأ بالإجابة، قبل قراءة السؤال أريد الإجابة من جذر السؤال حتى تصبح إجابتي كاملة ونموذجية. نبدأ. إلى أين اصطحب الوالد ابنه ولماذا؟ إلى أين؟ أحسنتم، اصطحب الوالد ابنه إلى المستشفى. لماذا؟ لزيارة جارهم. أحسنتم، هنا الإجابة يا صغاري في النص، اصطحب الوالد ابنه فوازا لزيارة جارهم في المستشفى. نكمل. لماذا يمنع استخدام الهاتف المحمول في المستشفى؟ لماذا يا ترى؟ أحسنتم، يمنع استخدام الهاتف المحمول في المستشفى لأنه قد يؤثر على بعض الأجهزة الطبية في المستشفى. أحسنتم يا رائعين. هنا الهاتف المحمول قد يؤثر على بعض الأجهزة الطبية في المستشفى. نكمل. متى يكون الهاتف المحمول نعمة من الله؟ متى يا صغاري؟ أحسنتم يا رائعين، يكون الهاتف المحمول نعمة من الله عندما نحسن استخدامه. أذكر أماكن أخرى يحظر فيها استخدام الهاتف المحمول. الأماكن هي الطائرات وأيضا المساجد. أحسنتم. الآن يا صغاري سؤال رقم 5 يريد مني أقترح ثلاثة عناوين أخرى للنص. عنوان النص الهاتف المحمول، يريد مني ثلاث عناوين أخرى. أحسنتم يا رائعين، الهاتف المحمول نعمة من الله. أيضا بإمكاني أن أقول مخاطر الهاتف المحمول. أيضا رقم 3 آداب الهاتف المحمول. أحسنتم. نكمل. الآن يا صغاري، ماذا لو توقفنا عن استخدام الهاتف المحمول لمدة شهر كامل؟ نتخيل يا صغاري قليلا، ماذا سيحدث لو توقفنا عن استخدام الهاتف المحمول لمدة شهر كامل؟ ماذا سيحدث؟ أحسنتم يا مبدعين، يصبح لدينا المزيد من الوقت لممارسة العديد من الأنشطة المفيدة. رقم 7، ما مواصفات الهاتف المحمول التي تفضلها معللا الإجابة؟ أفضل الهاتف المحمول صغير الحجم لكي يسهل علي حمله والتنقل به. الآن يا صغاري رقم 8، ما المشاكل التي قد يسببها استخدام الهاتف المحمول مع اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها؟ هنا يا صغاري مشاكل استخدام الهاتف المحمول، فقدان السمع، الشعور بالصداع، إضعاف النظر، حوادث السير، إزعاج المصلين. الحلول المناسبة لهذه المشاكل هي استخدام الهاتف عند الحاجة فقط، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، إغلاق الهاتف المحمول في المسجد. الآن يا صغاري السؤال رقم 2، أضع علامة صح، يريد مني أن أضع علامة صح عن يمين الإجابة الصحيحة. رقم 1، من الأماكن التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحمول يا ترى هل هي المساجد أم المتنزهات والحدائق؟ أحسنتم يا مبدعين، المساجد. نكمل. رقم 2، وعند ولوجهما المستشفى رأى فواز لوحة تشير إلى أن
الدخول ممنوع أم استخدام الهاتف المحمول ممنوع عند ولوجهما المستشفى عندما ذهب إلى المستشفى مع والده؟ أحسنتم، استخدام الهاتف المحمول ممنوع. إذن صغاري الرائعين والمبدعين، وصلنا إلى ختام رحلتنا الممتعة. تعرفنا على نص الهاتف المحمول، أيضا قمنا بالإجابة على الأسئلة من جذر السؤال. صغاري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل شوق بإذن الله لألقاكم في حصص قادمة. معلمتكم رناد عبد الرحمن الطيمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله أبنائي وبنات الطلاب مرة أخرى معنا في حصة القرآن الكريم لمدارس التعليم العام الصف الثالث الابتدائي. زي أنتم عارفين خلال الحصة الماضية أخذنا سورة المرسلات، طبعا احنا أخذناها خلال هذا الفصل الدراسي لكن نتأكد من مدى إتقاننا وحفظنا لها. الحصة هذه نكمل بقية الآيات بإذن الله، الآية رقم 29 الآية رقم 50. أتمنى تكونوا جاهزين وفاتحين المصحف، نستمع في البداية بعدين نقرأ مع بعض. جاهزين يا أبطال؟ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين.
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ممتازين يا أبطال يعطيكم العافية خلونا نسمع مرة أخرى كن مركزين هذه المرة حتى بعدها نكون جاهزين ونقرأ مع بعض بإذن الله جاهزين نستمع يا أبطال يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين
فبأي حديث بعده يؤمنون. ممتازين يا أبطال، يعطيكم العافية. إذا استمعنا للآيات المطلوبة خلال هذه الحصة من سورة المرسلات الآية 29 الآية 50، الآن جاهزين حتى نقرأ مع بعض؟ أتمنى تكونوا مستعدين يا أبطال، نحاول نكون في مكان هادئ حتى نستطيع القراءة بشكل جيد. نستمع بعدين نقرأ، جاهزين يا أبطال؟ يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين
ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. ممتازين يا أبطال، يعطيكم العافية. خلونا نقرأ آخر مرة مع بعض، كم مركزين في المرة الأخيرة. جاهزين؟ يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل
يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. ممتازين، يعطيكم العافية يا أبطال. إذا كذا نكون وصلنا لنهاية الحصة، قرأنا مع بعض سورة المرسلات الآية رقم 29 إلى آية رقم 50. مهم جدا يا أبطال نقرأ سورة النبأ المرسلات بشكل مستمر حتى ما ننسى اللي حفظناه سابقا. ممكن كذلك ترجعون إلى موقع قناة عين، موجودة جميع الصور في أي وقت تستطيعون الاستماع لها بشكل إضافي. الله يعطيكم العافية، أنا أشكر لكم حسن استماعكم حسن متابعتكم. بإذن الله أراكم على خير، في أمان الله.
تتخيل نقدر نصنع عالم أفضل عن طريق البرمجة؟ شارك في مسابقة مدرستي تبرمج وحمل ماينكرافت النسخة التعليمية وساعدنا نجمع بين قريتين عن طريق قوة البرمجة. راح تخوض تجربة المواطنة والتعاون مع جيرانك وتقبل الاختلافات اللي تجعلنا فريدين من نوعنا. وحتى لو كنت جديد على البرمجة أو ماينكرافت تقدر تبدأ بسهولة مع مركبات البرمجة أو النصوص سواء في التطبيق أو حتى المتصفح. وتأكد أنه ما في حدود للي تقدر تسويه. ابدأ رحلة البرمجة مع ماينكرافت اليوم وشارك في مسابقة مدرستي تبرمج. الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد. من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ، إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19. اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد. عشرة حقائق عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد-19. أولاً، اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا كوفيد-19. ثانياً، تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية. ثالثاً، الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة. رابعاً، جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض. خامساً، من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن 7 لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية. سادساً، في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطرة لهذه اللقاحات. سابعاً، تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها، ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان. ثامناً، أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك. تاسعاً، الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة مثل ارتفاع درجة الحرارة ولا تختلف عن بقية اللقاحات. عاشراً، جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الDNA وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية. أخيراً، اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عش بصحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة. الحمد لله. يرحمك الله، استخدم المنديل أثناء الكحة والعطاس، وإذا ما عندك منديل استخدم المرفق. يعني كذا بالضبط. ما تحتاج الكمامة إلا إذا كنت مصاب بكحة أو عطاس، أو إذا كنت تخالط شخص مريض. أغسل يديك بالماء والصابون 40 ثانية على الأقل. ولأي استفسار كلم الصحة 937. عش بصحة. فيروس كورونا الجديد المسمى كوفيد-19، وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات: كورونا فيروس ديزيز 2019. كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا، وظهرت أغلب الحالات في مدينة ووهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد، ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين. ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية. وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، تغطية الفم والأنف عند الكحة والعطاس، تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليها أعراض المرض وأعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، ضيق في التنفس. وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشخيص الطبي. ولأي استفسار كلم الصحة 937.
نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عمليته التعليمية عن بعد. عزيزي ولي الأمر، حرصاً منا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته، إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي، والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي، التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة، تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت. تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح، فاحرص دوماً على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب، ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه. وأخيراً، لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار، كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني. مدرستي في بيتي. حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر، وهو ما يسمى بالتدخين القصري. انتبه، قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. صفحات الإنترنت الاحتيالية. تخيل أن هذا منزلك، ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلاً يشبهه تماماً. هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا، لأنه حتى ولو كان يشبهه تماماً فهو لا يزال مختلفاً كونه يقع في عنوان آخر. ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت. يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماماً للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف، وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة، ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد. يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة. كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقال إلى موقع إلكتروني معين، فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح. وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً، ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلي. مثال: لنذهب إلى منصة مدرستي، هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح، ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madrasati.sa. فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي، وذلك باستخدام عنوان مشابه. نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان، والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي. إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك، كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك، وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمي. لحماية نفسك: 1. اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته. 2. إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي، فلا بد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع. أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم، فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي.
مدرستي، هيا فلنتعلم، هيا نقرأ درسا نسأل نفهم، هيا ونلاقي 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 كل الأصحاب، هيا يا أبنائي فلنتعلم، يا أبنائي فلنتعلم، أقصد فالأستاذ تكلم، يا أبنائي فلنتعلم، ننهل منك علوما شتى فلك ما علمت وفهمت، هيا هيا فلنتعلم، علم وجد وكفاح بالمستقبل خير سلاح، هيا هيا فلنتعلم، أجهزة العلم إلى الكون تنقل تدريسي وفنوني، درس غدائي إلكتروني، درس غدائي إلكتروني، وأهيئ أجهزة الدرس أحفظ وقت العلم لنفسي، تعليم عن بعد، أجلس جلستي الصحية أفرح بالحصص العلمية، هيا هيا فلنتعلم، وأغوص بحورا في العلم أسقل وعيي أسقل فهمي، أي سؤال لا أفهمه أسأل أستاذي يعلمه، وبياناتي واسمي فيها لا أنشرها لا أفشيها أبدا أبدا لا أخفيها، أحفظ غيبا كلمة سري لا يعلمها أحد غيري أبدا أبدا لا أخفيها، بأمان سجلت دخولي لن أنسى تسجيل خروجي، هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق الطلاب، هيا هيا يا أصحاب، هيا هيا يا أصحاب للعلم اشتاق الطلاب، هيا هيا يا أصحاب. مسابقة مدرسة تبرمج اللي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع مايكروسوفت لتعزيز ثقافة البرمجة ترحب فيكم في مغامرة ماينكرافت قصة قريتين، راح تساعد قريتين على التعاون باستخدام البرمجة. تقدر تبرمج بالمركبات باستخدام ميك كود أو بالنصوص باستخدام لغة البرمجة بايثون. يلا نبدأ. أول شيء حمل أحدث نسخة من ماينكرافت النسخة التعليمية، وعلى منصة العودة للمدارس راح تلقى أدلة تساعدك زي دليل المعلم ودليل الطالب. سجل دخولك باستخدام حساب منصة مدرستي، اضغط على العب، ثم استعراض المكتبة، ثم الدروس، ثم علوم الحاسب، ثم ساعة برمجة، ثم اختر درس ساعة برمجة 2020، وبعدها اضغط على بناء العالم. أما إذا ما عندك حساب منصة مدرستي لا زال تقدر تشارك، افتح ماينكرافت النسخة التعليمية، اختر حساب تجريبي، وافق على الشروط والأحكام، اضغط العب، ثم ابدأ الدرس، ثم ساعة برمجة، واضغط على بناء العالم عشان تبدأ. في هذا العالم الصيادين والمزارعين يتشاركون نفس المنطقة لكن نادرا ما يتواصلون، مهمتك هي جمعهم بعضهم علشان يتعلمون ويتعاونون مع بعض. الرحلة تبدأ من عند القلعة، تعلم كيف تتحرك باستخدام لوحة المفاتيح والفارة أو عن طريق اللمس، اضغط مفتاح W عشان تتحرك للأمام. لما تقابل شخصيات في اللعبة مثل هذه الشخصية اضغط بالزر اليمين عشان تتفاعل معه، إذا احتجت مساعدة في القراءة أو الترجمة اضغط على أيقونة الكتاب واختار القارئ الشامل. الأنشطة الأولية راح تساعدك في تحديد لغة برمجة عشان تستخدمها، إما مركبات ميك كود أو نصوص بايثون. إذا كنت مبتدئ ننصحك تستخدم المركبات، أما إذا كنت مستعد لتحدي أكبر اختر لغة البرمجة بايثون. تقدر تقوم بكل الأنشطة مرتين، بلغة المركبات وبلغة بايثون. أول نشاط هو تحريك الوكيل مساعدك في البرمجة، حرك الوكيل إلين يوقف تماما على المربع الذهبي. عشان تبدأ البرمجة اضغط على مفتاح C أو أيقونة الوكيل في أعلى الشاشة إذا كنت تستخدم شاشة باللمس. إذا كنت تستخدم جهاز آيباد تقدر تشوف دليل الدرس وراح يعلمك كيف تتحرك. حرك المركبات لتكوين البرنامج واضغط العب لما تكون جاهز لتشغيل برمجتك. خلنا نجرب النشاط باستخدام لغة بايثون، اضغط على مفتاح C وراح يطلع لك محرر النصوص. إذا استخدمت بايثون لازم تكتب الأوامر، انتبه وانت تكتب لأنه إذا في أخطاء إملائية أو أخطاء في تركيب الجملة البرمجية ما راح يشتغل البرنامج. اقرأ الأمثلة بشكل جيد ولما تكون جاهز شغل البرنامج. الوكيل راح يعطيك هدية، ازرع الشتلة باستخدام البرمجة وراح تكبر كل ما تقدمت في رحلتك داخل القريتين. ارجع وشوف تقدمك بعد كل تحدي، تحرك باتجاه الباب عشان تدخل القرية وتبدأ باقي التحديات. تأكد من قراءة اللافتات وزيارة الصيادين أو المزارعين، ما يهم من تزور أول، هذه رحلتك أنت. بعد ما تدخل القرية
راح تقابل شخصيات كثير تقدر تتكلم معاها. كل قرية فيها شخصيات مختلفة تتكلم عن المواطنة والتعايش. ابحث عن الشخصية اللي فوقها علامة استفهام صفرة عشان تعرف تحديات البرمجة. عشان تتفاعل مع الشخصية قرب منها واضغط بالزر اليمين. اقرأ المهمة واختر إذا تبغى تنفذها الآن ولا بعدين. بيكون معك جهاز يساعدك تتنقل في الخريطة، تعيد التحدي، توقف أو تحصل على تلميح. عشان تستخدم الجهاز اضغط على الرقم 1 في لوحة المفاتيح، وبعدها اضغط عليه بالزر اليمين إذا كنت تستخدم الحاسب. أما إذا كنت تستخدم جهاز بشاشة لمس اضغط على الشريط مباشرة. تعالوا نشوف تحدي حماية مزرعة الشمندر. المزارعين يعتقدون أن الثيران الخاصة بالصيادين تسرق الشمندر من مزارعهم، ويحتاجونك تبني حاجز عشان يحمي محصولهم. اضغط على حرف C وحرك المركبات عشان يبني الوكيل الحاجز حول المزرعة بالكامل. إذا تبغى تعيد التحدي تقدر تعيد النشاط بدون ما تخسر أي شيء من اللي برمجته. إذا احتجت إلى تلميح استخدم الجهاز أو تكلم مع الشخصيات. راح تتعلم أهمية معرفة كل الحقائق قبل ما تفترض شيء عن الناس أو المواقف. ممكن مو الثيران اللي سرقت المحصول. الآن تقدر ترجع عند القلعة وتشوف قديش كبرت شجرتك. خلونا نعبر الجسر ونروح قرية الصيادين. راح نستعرض هذا التحدي باستخدام لغة بايثون. إذا تبغى تبدل بين اللغتين في الدرس لازم تعيده من البداية. في هذا التحدي راح نبرمج الوكيل عشان يحرث الأرض ويجهزها. راح يحتاجها المزارعين في تعليم الصيادين كيف يزرعون. في هذا النشاط تقدر تستخدم التكرار في بايثون. اقرأ المثال الموجود في محرر النصوص بشكل جيد. خلونا نشوف باقي التحديات الموجودة. تقدر تساعد المزارعين انهم يصعدون التلة العالية لزيارة أصدقائهم الجدد. هنا راح توضح للمزارعين أن الثيران حيوانات لطيفة حتى لو شكلها مخيف. ابني رصيف يساعد الصيادين في تعليم المزارعين كيف يصيدون الأسماك، وفي هذا النشاط راح تساهم في إصلاح مصعد الساحر. تذكر أن كل تحدي تقدر تحله بأكثر من طريقة، وإذا واجهتك صعوبات تقدر تطلب المساعدة من معلمك أو زملائك. إذا انتهيت من التحديات الستة لا تنسى تزور شجرتك، أكيد صارت كبيرة. في الأخير اضغط زر الهروب اسكيب على لوحة المفاتيح عشان تخرج من الدرس، ثم اضغط على زر لقد انتهيت للحصول على شهادتك في ساعة برمجة. ننصحك بتجربة جميع الأنشطة بلغة المركبات وبلغة بايثون. ومهم انك تجرب التعاون والتعاطف مع جيرانك وتتعلم التعايش والمواطنة. هذه القيم مهمة في الحياة مثل ما هي مهمة في البرمجة. كن مبرمج وشارك في أول مرحلة من مسابقة مدرستي تبرمج، وابدأ ساعة برمجة الآن.